هذا يسأل عن لفظ الطلاق 3 مرات متتابعة في مجلس واحد يعتبر واحدة؟ لا، يعتبر 3. طلاق الثلاث بثلاث كلمات متفرقة يعتبر 3، إنما الخلاف إذا طلقها 3 بلفظة واحدة، كأن يقول أنت طالق 3، هذه محل الخلاف، هل تعتبر واحدة ولا 3. أما إذا كررها 3 مرات هذه سواء كانت في مجلس واحد أو في مجالس تعتبر 3 طلقات متتابعات.